نحمد اللي عزنا واغلى وطننا، 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 نحمد الله 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 حقق الله للسعودي ما تمنى حقق الله للسعودي ما تمنى حقق الله للسعودي ما تمنى حقق الله للسعودي ما والسعودي ما يخاف إلا من الله 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 حد في أغلى قوى في الشعر عنا حد في أغلى قوى في الشعر عنا حد في أغلى قوى في الشعر عنا عن رجال في بلاد عزها الله 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 إن طلبنا المجد طلناه وتسنى إن طلبنا المجد طلناه وتسنى طلبنا المجد طلناه وتسنى إن طلبنا المجد طلناه وتسنى ما اتكلنا في الشداد إلا على الله ما اتكلنا في الشداد إلا على الله عند الجماعة وانت غالي وعزيز شانك شاننا ضيوفك ضيوفنا مشاركين معك جماعة حضروا باركون لك مستشفاك وافتتاحه عسى ينفع المنطقة وينفع المسلمين الحال الثاني معنا 30,000 العطاء قليل لكن ما ودنا نتعذر مشاركة معك في حفل ضيوفك وزايدها الله يحييكم ويا مرحبا على ذا الوجه وعلى غيره ويا هلا وسهلا اعداد ما خطيتوا انهم من ناحيه العطاء والله ما خذينا مو واحد شيء احنا نختلف عن غيرنا دولة الله يعزها دائمة بالواجب في كل شيء وهم جماعة ومدعمة ان المواطن والصغير والكبير جعلكم تسلمون اقول جماعتك حق انت اخذ منهم انا قزل من نادين والله ما بناخذ ابو علي تفضل والسلام جعلكم تسلموا والله ما ودنا المطاليق قد الله يحييكم يا مرحبا جعلكم ذخر سلم الافلاك نقول بارك الله لكم والله يبارك فيكم وان شاء الله يبارك لكم السلام عليكم السلام عليكم حيهم بالتوفيق بالتوفيق السلام عليكم Thank you.
يا سلام على راعي الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خاوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا جزاني يا رضا الكرم والحكم والمعجزات، درة صانها ابو متعب الشهم واغلى الرجال رجالها. يا سلام على الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خاوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا جزاني يا رضا درة صانها ابو متعب الشهم واغلى الرجال رجالها. يا سلام على راعي الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خاوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا جزاني يا رضا الكرم والحكم والمعجزات، درة صانها ابو متعب الشهم واغلى الرجال رجالها. يا سلام على راعي الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خاوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا جزاني يا رضا الكرم والحكم والمعجزات، درة صانها ابو متعب الشهم واغلى الرجال رجالها. يا سلام على راعي الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خاوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا جزاني يا رضا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أصحاب الفضيلة والسعادة،
أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أولت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي عهده اهتماماً كبيراً بالصحة العامة، وخصصت لها الميزانيات الكبيرة، ووسعت تعاونها مع المنظمات الدولية لإقامة قطاع صحي متكامل والعمل على تحسينه وتطويره. ويسهم القطاع الصحي الخاص في بلادنا الحبيبة بدور فعال في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية، حيث شهد نمواً ملحوظاً وازداد الطلب عليه نظراً لتصاعد النمو السكاني. وحقق القطاع الصحي الخاص في المملكة العربية السعودية قفزات متسارعة وإنجازات هائلة، حيث أسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وبجودة عالية. ومجموعة العميس الطبية كان لها دور رئيس في تحقيق ذلك، وعملت على إحداث نقلة نوعية فريدة في مجال الخدمات الطبية للقطاع الخاص، بما يتواكب مع المسيرة المتنامية للقطاع الصحي الحكومي. وها هي المجموعة تحتفل اليوم بافتتاح مستشفى العميس بمدينة جازان، إحدى أبرز الصروح الطبية بمنطقة جازان بل وفي المملكة العربية السعودية بصفة عامة. أيها الحفل الكريم، إليكم تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم بداية لحفلنا هذا، يرتلها القارئ محمد ابن معاذ حاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إن هذا المشروع العملاق يحكي قصة نجاح لرجل عصامي توكل على الله وعانق الطموح ونبذ اليأس وعمل بعزيمة وإرادة وصبر وجلادة، فصعد لمنصات النجاح وحقق الفوز والفلاح وأثبت ذاته
إنه الشيخ عوض ابن مشنبب العميس رئيس مجلس إدارة مجموعة العميس الطبية الذي سيتحدث الآن في كلمة لمجلس إدارة مجموعة العميس الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان وراعي حفل افتتاح مستشفى العميس بجازان، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا اليوم المبارك أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي مجموعة العميس الطبية أن نرحب بسموكم الكريم وصحبكم الأفاضل أجمل ترحيب، ونتقدم لسموكم الكريم بجزيل الشكر والتقدير لتفضلكم برعاية حفلنا هذا لافتتاح مستشفى العميس بجازان سعة 100 سرير. هذا الصرح الطبي المتميز الذي يعد مشروعاً طبياً رائداً ضمن منظومة القطاع الصحي الخاص بالمملكة العربية السعودية. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، أعتاد الناس أن يبدأوا حديثهم بالكلام عن الماضي، ولكنني قررت اليوم أن أتحدث عن المستقبل، ومن أراد أن يتقدم فعليه النظر دائماً إلى الأمام، وعلى الإنسان أن يكون عملياً وواقعياً ومتفائلاً. وها نحن اليوم نواكب كل حديث بافتتاح مستشفى العميس بجازان والقابل للزيادة إلى سعة 200 سرير في خطوة جديدة لتقديم الخدمات الطبية بمفهوم عصري متميز في منطقة جازان. هذه المنطقة الطيبة تطيب أهلها، وهي ترفل في ثوب النماء والعطاء في ظل رعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة ودعمها المتواصل وتوجيهات أمير هذه المنطقة المحبوب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وما تشهده المنطقة من رعايته الكريمة وتطلعاته السامية نحو تطوير البنى التحتية وتطور الخدمات ورقيها بما تشهده المنطقة يوماً بعد يوم، وستشاهدون رعايته الكريمة لشركات أجانب حضرت لبعض العمل، وستشاهدون إن شاء الله في الفيلم الوثائقي. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، لقد حملت إدارة مجموعة العميس الطبية على عاتقها رسالة إنسانية سامية، فقد أرسينا بحمد الله وتوفيقه في هذه المنطقة أسساً لانطلاق مفاهيم حديثة في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر فروع مجموعة العميس الطبية في المنطقة بأعلى معايير الجودة الطبية، وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لنلبي التطلعات نحو الأفضل دوما، مستلهمين من أسماء المبادئ من أسمى المبادئ وأرقاها منهجا للتقدم والارتقاء. ختاما، لا يسعنا ألا نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جيزان حفظه الله على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مستشفى العميس بجازان، وما لمسناه من سموه الكريم من دعم وتوجيه دائمين. والشكر موصول لكافة الإدارات الأمنية والجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والجهات الشعبية ولكل من حضر وشارك من مختلف مناطق المملكة من شيوخ وأعيان القبائل وأصدقاء وأطباء وأقارب، وكل من ساهم معنا لإبراز هذا الحفل الكبير بهذا المستوى المشرف، سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطن الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين.
وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي العهد حافظهم الله جميعا. وفي الختام أعلن من هذا المنبر أن مجموعة العبيس الطبية تعالج أسر الشهداء، أسر الشهداء مجانا، أعلنها من هذا المقام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أسلحة متفجرة في وجوه الأعداء والحاقدين، نحن لهيب يحرق أجساد الطغاة والحاسدين، فمن لنا بغيرك عشق يا وطني، فأنت الحب الخالد المنقوش على قلوبنا، وأنت تاج على هام الزمان، وأنت رمز للأمن والسلام، ومشع بالحق والعدل والوئام. الآن مع قصيدة شعرية للشاعر عيسى جرابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب الناس ارفع البأس عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واشفه شفاء لا يغادر سقما. يا أبا تركي، لك الحب الذي صنته أكثر من 10 سنين، فخذ القلب وبارك نبضه، طيب يهفو لوصل الطيبين، عوض جمعنا فاجتمعت أنجم تستلهم البدر المبين، في مدى مملكة لما تزل تتسامى قبلة للعالمين، نعم شتى ومن أعظمها أننا نغفو ونصحو آمنين. ونحن نعيش في جازان أجمل أجوائها، ألا تستحق هذه الفاتنة أن نتغنى بها هذا المساء، فاتنة الجنوب. بعض الهوى عمر القلوب الثاني، يبقى بقاء الروح في الأبدان، تزهو به الدنيا فيزهر روضها، وتميس أغصان على أغصان، البلبل الصداح رجع وجيفه، والجدول الرقراق بوح حاني، والغيم حين يسح من أندائه، ري الثرى كالري في الوجدان، لو قطرة ندت على قلب الخلي لبعثرته عواصف الخفقان، يجلو رفيف الحس في أجفانه، وتذيبه إشراقة الأجفان. بعض الهوى نبض الحياة، وإنه في القلب بعض من هوى جازان. جازان وارتبكت حروفي، رفرفت روحا تتوق لدافئ الأحضان. جازان وانثالت مشاعر عاشق ما زال يسكب أعذب الألحان. الله يا جازان، ما أنداك قافية تموسق رعشة الهيمان، أرض حباها الله أبهى حلة فتفردت بجمالها الفتان، أن أصخت فثم طير صادح، أن نظرت فأوجه ومغاني، يزجي تراحيب الألوف زكية ثغر، وتومض بالهوى عينان، بين البساطة والوداعة قصة، ما الحسن
إن لم تكسه هاتان جازان فاتنة الجنوب، وحسبها طيب التراب وطيبة الإنسان. للفكر للشعر الأصيل مآذن تعلو بها كمآذن الإيمان. نور على نور هما، فإذا الجنى وعي العقول ورفعة الأكوان. كم فيك يا جازان مما لم تحط بسناه أسفار من التبيان. لو لم تكوني منثرا لصعدت فوق البدر ساطعة كبدر ثاني. جازان وحي الفن ترويه الجبال فتستفيق نواعس الكثبان. يشدو به الليل الجريح فيستريح وترقص الأمواج للشطآن. وصداه يسري للحقول فتنتشي وتجود بالفل الندي يدان. وحي جنوبي المزاج ترشفته قوالب الألفاظ والأوزان. جازان أنت أرق أغنية وأحلى لفظة نطقت بها شفتان. جازان أنت أرق أغنية وأحلى لفظة نطقت بها شفتان. ناديت باسمك ذات عشق فارتوت روحي وأورق بالجمال لساني. ورسمت وجهك فوق وجهي لوحة قمحية ألوانها ألواني. يممت نحوك كلما نادى الهوى وغسلت في لغة الخشوع بياني. بعض الهوى سام يلوح كقبلة لمن النهى والقلب يتجهان. جازان ما جازان آية فتنة تتلى ترتل في فم الأزمان. من لم يكحل عينه بغبارها صب الفؤاد فليس بالجازان. جازان ما جازان آية فتنة تتلى ترتل في فم الأزمان. من لم يكحل عينه بغبارها صب الفؤاد فليس بالجازان. الحب حين يجل يخضر المدى وأجله ما كان للأوطان. السلام عليكم ورحمة الله. وطني أيها المجد الأبي، أنت وسادة أحلامي وفخري وعزتي وولائي وانتمائي. فأنت يا وطني تحكي ماضيا أصيلا وحاضرا زاهرا ومستقبلا واعدا. فحبك يا وطني، فحبك يا وطني ينبض في شرايين أجسادنا. الآن مع كلمة لأهالي منطقة جازان يلقيها نيابة عنهم الأستاذ محمد ابن حيدر منصور الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان حفظه الله ورعاه، سعادة مدير عام مجموعة العميس الطبية الشيخ عوض بن مشبب العميس، أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الليلة المباركة التي يفتتح فيها سموكم الكريم مستشفى العميس بجازان، فأهلاً ومرحباً بسموكم راعياً لهذه المناسبة الغالية. أيها الإخوة، الأمير محمد بن ناصر اسم رسخ في ذاكرة أبناء المنطقة، وارتبط هذا الاسم بهم كبير شغل سموه وهو تنمية المنطقة بمشاريع تنموية عملاقة.
أعمال متميزة وجهود فاعلة راسخة في معناها سامية في مغزاها أكلها طيب تعانق السماء شموخا علوما في المقام وعلوما في العطاء أعمال تسطر سيطرها سيرتها بماء الذهب في سجلات العطاء اللامح فهي لم تكن تتزين بذلك الرونق والجمال لولا أن جذورها ممتدة ومتشبعة ومترابطة غائرة في أعماق التعاضد والتكاتف ومنهجية الفريق الواحد ما كان لها التمام لولا أن الجذور متينة والأصل ثابت وفرعها في السماء فلكم منا يا صاحب السمو أجمل العطور وأروع باقات الزهور وأجمل المشاعر النبيلة وكل الحب والود لعطائكم المستمر. وإذا ما تحدثنا عن هذه المناسبة فثم رجال أعمال يشعرونك بالفخر والاعتزاز لما يقدمونه لمجتمعهم من أعمال جليلة لا يقدر عليها إلا ذو الهمة من القادرين على إشاعة الفرحة بين الناس ومن هؤلاء أحد رجال الأعمال في المملكة هو صاحب هذا الصرح الطبي الكبير الشيخ عوض بن مشبب العميس الذي استثمر أمواله لتقديم الخدمات الصحية لأبناء هذه المنطقة وإن كان هذا المستشفى خاصاً إلا أنه يعتبر هدية لأبناء المنطقة والمقيمين فيها. حيث وفر عليهم عناء السفر إلى خارج المنطقة للعلاج والسلامة من الحوادث المرورية في الوقت الذي خفف الضغط على المستشفيات الحكومية بالمنطقة فالرجل من التجار المتورعين عن الاحتكار والغلاء ورفع الأسعار والجشع فالتاجر الأمين الرحيم عز وجوده لدى من تحلى بفن الأخلاق في التجارة والصدق والأمانة فيها يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء في الآخرة ويبارك الله عز وجل في ماله ويرزقه ضف إلى ذلك ما يتمتع به منسوب هذا المستشفى من أطباء وفنيين وإداريين بفن المهنة التي تحمل معاني السعادة التي تحمل معنى السعادة والرأفة والرحمة والحلم والرضا والابتسامة واحترام المشاعر وفن الأخلاق الجميلة التي تتوج مرضاهم من الرجال بالبهاء والنساء بالبريق والجمال أخلاقهم عالية تجذب أبصار الناظرين وأخيرا نتوجه لكم بالشكر يا سمو الأمير على رعايتكم حفلنا هذا موصولا للأخوة والحضور ونقول لشيخنا العميس شكرا 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 والشكر لا يكفي على هذا الإنجاز العظيم. ولا يفوتنا هنا إلا أن نتوجه بالشكر والعرفان لكل من الأساتذة أحمد بن محمد المطمي مدير مستشفيات العميس بالمنطقة والأستاذ أحمد الحارث مدير مستشفى العميس بجازان على حسن الإدارة وإلى ما وصل إلى هذا المستشفى من عمل يصلح بكل جميل حفظ الله بلادنا من كل سوء في ظل قائد مسيرتنا وبان نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقنب بن عبد العزيز ولي العهد وسموه الكريم حفظكم الله جميعا وأدام عزكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي أيها الحفل الكريم نجدد الترحاب بكم هنا في مدينة جازان المطوقة بالبحر هذه المدينة ونحن نسعد جميعا بهذا المنجز الطبي في هذه المنطقة في مساء يعبك بشدى روائح الفل والكاذي والوزاب والشيح والبعيثران هذه الزهور العطرية التي تنبتها أرض جازان بل وأنبتت قبلها إنسان جازان المضاحي لوطنه. الآن يا سمو الأمير أيها الحفل الكريم ولنا موعد مع الفنون الشعبية ومع الأصالة والتراث ومع الفلكلور الشعبي السعودي مع أوبريت بعنوان طموح وصرح كلمات ورؤية فنية
للشاعر عبد الله الشريف أداء المنشدين عبد الله بن صالح القحطاني وعبد الله بن سعد القحطاني بمشاركة الفرق الشعبية التالية: الواديين من منطقة عسير بني مليك، بالحبلة بمنطقة عسير وصبياء. وقتا ممتعا مع هذا الأوبريت الوطني في وطن الحب والأمن والسلام. يا سلام على راعي الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا يا رضا الكرم والحكم والمعجزات، درة صانها ابو متعب الشهم واغلى الرجال رجالها. يا سلام على راعي الشيم والقيم يا سلام لابو تركي خوي المعالي وفلا فلاها. الله الله يا جزاني يا رضا الكرم والحكم والمعجزات، درة صانها الشهم واغلى الرجال رجالها. يا سلام على راعي الشيم والقيم والهمم والمنجزات، يا سلام لابو تركي خوي المعالي وفاله فالها. الله الله يا جازان يرضى الكرم والحكم والمعجزات، درة صانها ابو متعب الشهم واغلى الرجال رجالها. نحمد اللي عزنا واغلى وطننا، 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 نحمد الله 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 حقق الله للسعودي ما تمنى، حقق الله للسعودي ما تمنى، حقق الله للسعودي ما تمنى، حقق الله للسعودي ما تمنى. والسعودي ما يخاف الا من الله، والسعودي ما يخاف الا من الله، والسعودي ما يخاف الا من الله، والسعودي ما يخاف الا من الله. حد في اغلى قوى في الشعر عنا، حد في اغلى قوى في الشعر عنا، حد في اغلى قوى في الشعر عنا، حد في اغلى قوى في الشعر عنا. عن رجال في بلاد عزها الله، عن رجال في بلاد عزها الرجال في بلاد عزها الله، الرجال في بلاد عزها الله. ان طلبنا المجد طلناه
طناه وتسنى، إن طلبنا المجد طناه وتسنى، إن طلبنا المجد طناه وتسنى، إن طلبنا المجد طناه وتسنى. ما اتكلنا في الشداد إلا على الله، ما اتكلنا في الشداد إلا على الله، ما اتكلنا في الشداد إلا على الله، ما اتكلنا في الشداد إلا على الله. إيه يا جازان طير السعد غنى، إيه يا جازان طير السعد غنى، إيه يا جازان طير السعد غنى، إيه يا جازان طير السعد غنى. ردد لحن الولا والشكر لله، ردد لحن الولا والشكر لله، ردد لحن الولا والشكر لله، ردد لحن الولا والشكر لله. روضة بأقصى جنوب العز غنى، روضة بأقصى جنوب العز غنى، روضة بأقصى جنوب العز غنى، روضة بأقصى جنوب العز غنى. في حما ابو متعب ومن يذكر الله، في حما ابو متعب ومن يذكر الله، في حما ابو متعب ومن يذكر الله، في حما ابو متعب ومن يذكر الله. يا الأمير الفذ قل للقايد إنا، يا الأمير الفذ قل للقايد إنا، يا الأمير الفذ قل للقايد إنا، يا الأمير الفذ قل للقايد إنا. عالولا ثم الولا والشهد الله، عالولا ثم الولا والشهد الله، عالولا ثم الولا والشهد الله، عالولا ثم الولا والشهد الله. لم يزال هذا الوطن مبنى وبنى، لم يزال هذا الوطن مبنى وبنى، لم يزال هذا الوطن مبنى وبنى، لم يزال هذا الوطن مبنى وبنى. شامخ مثل الجبل والحافظ الله، شامخ مثل الجبل والحافظ الله، شامخ مثل الجبل والحافظ الله، شامخ مثل الجبل والحافظ الله. إيه حنا أهل القلم والسيف حنا، إيه حنا أهل القلم والسيف حنا، إيه حنا أهل القلم والسيف حنا، إيه حنا أهل القلم والسيف حنا. الله الله عصنا ديد الله الله، الله الله عصنا ديد الله الله، الله الله عصنا ديد الله الله، الله يا سلام إن جمعته من رحيق الزهور، يرفعونه رجال يعرفون العوايد، والتمايل زهور العشب بغصانها. لا 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 يا لا 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 لا، والتمايل زهور العشب بغصانها. يا سلام إن جمعته من رحيق الزهور، يرفعونه رجال يعرفون العوايد، والتمايل زهور العشب بغصانها. القوافي تبارى كل بيت فخور، العميس احتفل وانصغ جزل القصايد، وانت بيت القصيدة وانت عنوانها. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا، وانت بيت القصيدة وانت عنوانها. القوافي تبارى كل بيت فخور، العميس احتفل وانصغ جزل القصايد، وانت بيت القصيدة وانت عنوانها. هاك ويتاختزل سيرة ملك في سطور،
دام ابو متعب المحبوب قدوه وقايد همته تقف الدنيا علشانها. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا همته تقف الدنيا علشانها. تزل سيرة ملك في سطور دام ابو متعب المحبوب قدوه وقايد همته تقف الدنيا علشانها. كل رجم منيع وكل سفح وطور تشهد النايد اللي لاجلها كل كايد باسم ابو متعب الغالي علشانها. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا باسم ابو متعب الغالي علشانها. كل رجم منيع وكل سفح وطور تشهد النايد لأجلها كل كايد باسم ابو متعب الغالي علشانها. ما نسينا الخيام ولو سكننا القصور تلبس الدار من غالي الحلي والقلايد دارنا مثل عين بعزوة عيانها. يا لا 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 يا لا 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 دارنا مثل عين بعزوة عيانها. ما نسينا الخيام ولو سكننا القصور تلبس الدار من غالي الحلي والقلايد دارنا مثل عين بعزوة عيانها. لا عليها قصور ولا علينا قصور بيننا مثل ما بين الثمر والجرايد شامخة ما تهز الريح بنيانها. يا لا 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 يا لا 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 شامخة ما تهز الريح بنيانها. لا عليها قصور ولا علينا قصور بيننا مثل ما بين الثمر والجرايد شامخة ما تهز الريح بنيانها. دارنا بامن والدنيا تلف وتدور كم ديار تردت في شراك البصايد تنهش احقار سباع العالم ابدانها. يا لا 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 يا لا 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 تنهش احقار سباع العالم ابدانها. دارنا بامن والدنيا تلف وتدور كم ديار تردت في شراك المصايد تنهش احقار سباع العالم ابدانها. مملكتنا رعاها الله منار ونور رايده ما تربي الا كريم ورايد يالله احفظ سفيناتنا وربانها. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يالله احفظ سفيناتنا وربانها. مملكتنا رعاها الله منار ونور رايده ما تربي الا كريم ورايد يالله احفظ سفينتنا وربانا. سلام لابو متعب سلام على سلمان سلام على من يا أصنع المجد لبلادي سلام على مقرن على الأرض والإنسان على البحر والبحار والعيس والحادي سلام لأبو متعب سلام على سلمان سلام على من يا أصنع المجد لبلادي سلام على مقرن على الأرض والإنسان
على البحر والبحار والعيس والحديد. سلام الأمير انصار له في البرايا شان، سلام لأبو تركيل وفي صنوة الأمجادي. أيا سيدي سيرات بذل وعطاء وإحسان، تغنى بها يا سيدي رايح وغادي. سلام لأبو متعب، سلام على سلمان، سلام على من يصنع المجد لبلادي، سلام على مكرن على الأرض والإنسان، على البحر والبحار والعيس والحادي. سلام تسابقني بروقه على جازان، إذا لاحب الرجل وفا حنر عادي. ألا يا صبا جازان حركت بالأشجان، سلامي على أرض الورد والفل والكادي. سلام لأبو متعب، سلام على سلمان، سلام على من يصنع المجد لبلادي، سلام على مكرن على الأرض والإنسان، على البحر والبحار والعيس والحادي. سلام على بحر حوى اللول والمرجان، سلام على أرض لم تزل زند وزنادي، وردد معي لحن الوفا يا جبل دخان. سلام على قمتك والسفح والوادي. سلام يا أبو متعب، سلام على سلمان، سلام على من يصنع المجد لبلادي، سلام على مكرن على الأرض والإنسان، على البحر والبحار والعيس والحادي. ألا يا ربا جازان هل تسمعي للحان، وأنا من صدى موالك أردد إنشادي. أيا منبع الحكمة ويا منبع الشجعان، ويا درة الساحل ويا نبع الأجوادي. سلام لأبو متعب، سلام على سلمان، سلام على من يصنع المجد لبلادي، سلام على مكرن على الأرض والإنسان، على البحر والبحار والعيس والحادي. وانا لي وطن تامان على هيبة أهل أوطان، سعودي سعودي فاجر الأمجاد ميلادي. ختام القوافي ردد الصوت يا جازان، يدوم الوطن في ظل صنع الأمجاد، يدوم الوطن في ظل صنع الأمجاد، يدوم الوطن في ظل صنع الأمجاد. يا سيدي هذا الطموح انت راعيه، ما زلت ترعى كل فكر طموحي. صرح على جزان عينك تراعي، في ظل أبو تركي تشهد الصروحي. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، ما زلت ترعى كل فكر طموحي. يا سيدي هذا الطموح انت راعي، ما زلت ترعى كل فكر طموحي. واللي سعى للخير طابت مساعي، هذا العمس الصرح بلسم جروحي. صرح ينادي الخير والخير داعي، والورد دينع بالنسايم يفوحي. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، ما زلت ترعى كل فكر طموحي. يا سيدي هذا الطموح انت راعي، ما زلت ترعى كل فكر طموحي. برق على جزان طابت مساريه، يا حبذا برق عليها يلوحي.
يا حبذا البرق ويا زين طارينا شفت براق الحياة الدروح يا لا 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 يا لا 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 ما زلت ترعى كل فكر طموحي يا سيدي هذا الطموح انت راعيه ما زلت ترعى كل فكر طموحي طيفني داريني وعيت داريه يبوح لي مر وعيت ابوحي ثم اتفقنا ان الثمر من مداريه مدام ابو متعب يدوم الطموح يا لا 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 يا لا 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 ما زلت ترعى كل فكر طموحي يا سيدي هذا الطموح انت راعيه ما زلت ترعى كل فكر طموحي يا لا 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 يا لا 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 ما زلت ترعى كل فكر طموحي يا سيدي هذا الطموح انت راعيه ما زلت ترعى كل فكر طموحي الله أكبر يا بلاد لها صيت وجاه مجد في كل اتجاه مجد في كل اتجاه مهبط الوحي ومنار النبوة والرسالة لوحة يسع من يستطل ظلالها وحد أرض المملكة نجد وسهول وسراه طيب المولى تراه طيب المولى تراه إيه بو تركي البطل كل ما فيها رسالة يرحم الله من بناها وطيب فالة ليت ابو تركي يرى في وطن ما نراه موطن درى دراه موطن درى دراه موطن انت من سهوله على هيبة جباله والسهول بعز ما دام عز جباله هجسي جبل قوافي على طاري طراه وسرى ليله سراه ان سرى ليله سراه حدثوا عن فارس كل ما ميل عقاله ما الميزان القوافي مع خياله اسم ابو متعب ملاله ارضي وتحس بصداه ما بلغ صيت مداه ما بلغ صيت مداه خادم البيتين حامل حمار راعي العداله عم كل اسماء صفات الكرام وخالها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 عم كل اسماء صفات الكرام وخالها اتسابق على العطانا الوطن كلتا يداه والوطن يعرف نداه الوطن يعرف نداه من حنال المجد لا والله المجد انحنى له والقوافي لا طرس ما سرى موال خاطس المان الوفا ثوب عز وارتداه سيرته تلجم عداه سيرته تلجم عداه وامتثل مقر لحمل عظيم وارتكاله كل ما غابت جبال تفز امثاله السعودي لدعا موطنه لبى نداه كل ما يملك فداه كل ما يملك فداه السعودي من قديم الزمن تشهد فعاله خير ما يشهد على اغلى الرجال افعاله
سمو الأمير، أيها الحفل الكريم، تراقصت المشاعر قبل الأجساد في هذه المناسبة الوطنية بمشيئة الله تعالى، ثم بحنكة القيادة الرشيدة ستظل المملكة العربية السعودية البلد المصون من شر الأشرار وعبث العابثين ومكر الخونة، وإنها لا ترضى أبدا الرضوخ أو الخنوع، وستبقى شامخة أبية على مر العصور. نعم، إنه وطن بلا منازع، وطن السلام والرخاء، وطن الرفعة والسمو. الآن سمو الأمير، يأتي وقت التكريم لشركاء النجاح في هذه المناسبة. المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور علي النهاري، أمانة منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع، مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء هاشم بن داوود صيقل، الشركة السعودية للكهرباء بجازان المهندس محمد العجيبي، بلدية مدينة جازان المهندس محمد الصبياني، إدارة الرخص الطبية بصحة جازان الدكتور محمد الراجحي، الهيئة السعودية بجازان فيصل العسيري، محطة تلفزيون جازان عبد الله العرافي، المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان المهندس حسين قميري، المكرمون من مجموعة العميس الطبية، الأستاذ محمد فرحان، الأستاذ أحمد مشبب العميس، المهندس فهد قلم، الأستاذ أحمد محمد المطمي، الأستاذ سعيد مشبب العميس، الأستاذ مشبب سعيد العميس، الأستاذ محمد مسفر عفتان، الأستاذ محمد عبد الله منصور، الأستاذ عبد الله الشريف، الأستاذ عيسى جرابة، الأستاذ عبد الله علي هتلان، الأستاذ محمد حيدر الشيخ، مذيع الحفل الأستاذ مهدي السروري، كما نشرف سيدي بتقديم الهدايا والدروع للأطباء الاستشاريون السعوديون، يتسلمها نيابة عنهم الدكتور فهد الحربي، وهم كل من الدكتور عبد الله سعيد آل عوضة القحطاني، الدكتور يحيى المسرحي، الدكتور فهد الحربي، الدكتور علي إسماعيل سويد، الدكتور محمد سعد القحطاني، الدكتور أحمد إبراهيم محمد سيد، الدكتور محمد المصوري، الدكتورة الاستشارية زينات أحمد. الله أكبر يا بلاد لها صيت وجاه، مجد في كل اتجاه، مجد في كل اتجاه، مهبط الوحي ومنار النبوة والرسالة، لوحة يسع دمن يستظل ظلالها، وحد أرض المملكة نجد وسهول وسرى، طيب المولى تراه، طيب المولى تراه، إيه بو ترك البطل كل ما فيها رسالة،
يرحم الله من بناها وطيب فالها. ليت ابو تركي يرى في وطننا ما نراه، موطن درى دراه، موطن درى دراه، موطن انت من سهوله على هيبة جباله، والسهول بعز ما دام يعز جباله. هجسي جبل قوافي على طري طره، وسرى ليله سراه، ان سرى ليله سراه، حدثوا عن فارس كل ما ميل عقاله، ما الميزان القوافي مع خياله. اسم ابو متعب ملال ارض وتحس بصداه، ما بلغ صيت مداه، ما بلغ صيت مداه، خادم البيتين حامل حمار العداله عم كل اسماء صفات. ونعاود اللقاء بكم عبر الميكروفون سيدي سمو الامير محمد بن ناصر. ما زالت التكريمات تتواصل في هذا المساء، حيث الان هناك من أيضا ساهم في إنجاح هذه الفعالية، شركة المنجوف جمعان الغامدي، هذا الرجل يا سمو الأمير الذي قام بسفلتة الموقع بلا مقابل، شركة دار التصاميم المعمارية، وهناك العديد من الشركات التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية، وهي شركة دراجر العربية المحدودة، وشركة الخليج الطبية المحدودة، وشركة القوس للتطوير التقني، وشركة أفق للرعاية الطبية. وشركة الأمين للتجهيزات الطبية، ويتسلمها بالنيابة عنهم المهندس منصور الجنيدي. أيضا هناك تكريم لمنسوبي مجموعة العميس بمنطقة جازان، ويتسلمها بالنيابة عنهم الأستاذ أحمد بن محمد الحارث. الله أكبر يا بلاد لها صيت وجاه، مجد في كل اتجاه، مجد في كل اتجاه، مهبط الوحي ومنار النبوة والرسالة، لوحة يسع من يستطل ظلالها. وحد أرض المملكة نجد وسهول وسراه، طيب المولى تراه، طيب المولى تراه، إيه بو تركي البطل كل ما فيها رسالة، يرحم الله من بناها وطيب فالها. شكرا سمو الأمير، شكرا للحضور الكريم في هذه الليلة، وتتواصل العطاءات في وطن الخير والنماء، إلى أن نلتقي في مناسبات قادمة من مناسبات الخير والعطاء. لكم أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر يا بلاد لها صيت وجاه، مجد في كل اتجاه، مجد في كل اتجاه، مهبط الوحي ومنار النبوة والرسالة، لوحة يسع من يستطل ظلالها. وحد أرض المملكة نجد وسهول وسراه،
طيب المولى تراه طيب المولى تراه إيه بو تركي البطل كل ما فيها رسالة يرحم الله من بناها وطيب فالة يا بلاد لها صيت وجاه مجد في كل اتجاه مجد في كل اتجاه مهبط الوحي ومنار النبوة والرسالة لوحة يسع من يستطل ظلالها وحد أرض المملكة نجد وسهول وسرى طيب المولى ترى نحمد اللي عزنا واغلى وطننا 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 نحمد الله نحمد الله نحمد